إلى مركب محمد الخامس، والهاجس الوحيد هو تحقيق النقاط الثلاث أمام فريق خريبكي لطالما خلق متاعب للرجاء داخل قواعدها. مباراة انطلقت بمد أخضر رجوي كاد هنا أن يأتي بالجديد لولا سوء الطالع. بالمقابل خط هجوم لوسيكا كان نشطا بعد هذه المحاولة، وبعدها اللاعب آدم النفاتي يسجل الهدف الأول في اللقاء. الشوط الثاني جاء مغايرا عن سابقه، لوسيكا ضعفت النتيجة دقيقة على بداية المشهد الثاني، والمسجل اللاعب زهير أوشن. أما في الجهة المقابلة انتفاضة رجوية، بدأها الجوليادور محسن ياجور خمس دقائق على بداية الشوط الثاني. أما هدف التعادل فجاء بتسديدة لا تصد ولا ترد من اللاعب ليما مابيدي بطريقته الخاصة. بعد ذلك الانتفاضة الرجوية تتواصل، ومسجل التقدم لرجاء هاتي المرة بثالث الأهداف من جديد محسن ياجور. وقبل نهاية المباراة بثلاث دقائق هفوة دفاعية من الرجاء استغلها اللاعب زهير أوشن موقعا التعادل من جديد. لكن آخر دقيقة محسن ياجور يسجل الهاتريك وثلاث نقاط مهمة للرجاء الرياضي. فارق الخريبكي ربما يعني قدم واحد المقابلة كبيرة، ربما نتيجة 4-3 يعني هي اللي كتبين أنه كان في نهاره، فربما كانوا ما سبق تسجيل لنا هدفين، لكن يعني بالتركيز العالي يعني وبالاراده ديال اللاعبين الحمد لله استطعنا نرجعوا في المباراه. جينا لمدينه الدار البيضاء باش نؤديوا مقابله في المستوى ونعودوا بنتيجه اللي تخدم الصالح ديالنا. ما تعتاش لينا كيف ما شفتوا قدمنا مقابله في المستوى، وماشي سهل انك تسجل ثلاثه الاهداف مدينه الدار البيضاء على فريق بحال كيف فريق الرجاء البيضاوي. هي نتيجة مهمة لنا في المباراة، الفوز بهذه الطريقة يبقى إيجابياً. في بعض الأحيان تكون عوامل كثيرة تؤثر علينا في اللقاء ولا نودها، لكن اليوم عناصر الفريق تجاوبت مع أخطاء الشوط الأول بعد الهدفين وصححتها بأهداف خلال 3 و4 دقائق. إنها لخيبة أمل أن أشاهد نتيجة المباراة النهائية 4-3 بعدما كنا فائزين بهدفين دون رد. أتأسف على الهزيمة خارج الميدان أمام فريق قوي مثل الرجاء الرياضي داخل ميدانه وخارجه، وأعيد بأن هدف الفوز للرجاء في آخر دقائق المباراة كان من خطأ للاعبي لوسيكا. مباراة كبيرة وقع عليها الأخضرين الرجاوي والخريبكي، الأخير عليه تصحيح الأخطاء للرجوع في النتائج. أما انتصار الرجاء يعد دافعا قويا قبل موقعة الكلاسيكو نهاية الأسبوع الجاري. التعادل الإيجابي